عايز توصل لهدف معين، لكن الشيء اللي بيعوقك ان انت مش قادر تبني عادات سليمة توصلك للهدف ده، لان العادات في الحالة دي العادات السليمة عبارة عن السلم اللي تقدر تطلع بيه خطوة بخطوة عشان توصل لهدفك. عايز تتخلص من وضع معين زي صحة مش كويسة نتيجة عادات سيئة زي التدخين، وانت عايز تقضي على هذه العادات السيئة، فده محتاج منك تقضي على هذه العادات السيئة، سواء بناء عادات جيدة او القضاء على عادات سيئة. ده محتاج منك انك تبني استراتيجية معينة، تمشي بخطة معينة. تعالوا بينا النهاردة نتعرف على جيمس كلير، وده خبير في تطوير السلوك والأداء المهني او الوظيفي او في تحفيز الذات للوصول الى الأهداف المنشودة. جيمس كلير خبير أمريكي استعانت بكبرى شركات التجارة الأمريكية للوصول بموظفيها الى معدل الأداء المنشود عن طريق طرق التحفيز المختلفة، زي شركة انتل وشركة جنرال إلكتريك الشهيرة في أمريكا، استعانت بيه لتقديم العديد من المحاضرات الخاصة بهذا الشأن. تعالوا نتعرف على جيمس كلير بشكل أوضح عن طريق كتابه اللي هو العادات الذرية، لنوصل بيه إلى هدف معين، وهو كيف ننشئ عادات جيدة عشان نوصل لأهدافنا المنشودة، أو كيف نستطيع أن نهدم العادات السيئة حتى نحافظ على أنفسنا في وضع نحن نكون راضين عنه. يلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا النهاردة. بس قبل ما ابتدي بفكركم اللي مشتركش يشترك في القناة، واللي ما بيعملش لايك ودايما ينسى لازم يفتكر ويعمل لايك ويدعمنا بالشير ويدعمنا برأيه في الكومنتات. يلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. كتاب العادات الذرية لجيمس كلير هو كتاب تنمية بشرية. الكتاب مترجم ترجمة محمد فتحي، تقريبا بيتكون من 300 صفحة تقريبا، بيتكلم على بناء عادات جيدة وتخلص من عادات سيئة، وده لإيه؟ لهدف منشود في النهاية، هو تحقيق أقصى ما تتيحه قدراتك. وعرف الكاتب معنى كلمة ذرة في البداية بأن هي مقدار شديد الضآلة وأنه مصدر طاقة مهول. فأنت لما بتبني عادة ولو تكن عادة صغيرة، إلا أن العادة الصغيرة لما بتستمر معاك بيكون ليها تأثير الذرة من ناحية الطاقة المهولة. الكاتب في بداية كتابه بيعرف معنى كلمة عادة بأن هي سلوك أو ممارسة روتينية بتؤدى بانتظام. وفي بداية كتابه بيتحدث عن تجربته الشخصية، وإن هو كان في المرحلة الثانوية لاعب بيسبول اللي هي اللعبة الأمريكية الشهيرة، لكن هو في الصف الثاني الثانوي حصلت له حادثة وأصيب في وجهه بمضرب كرة البيسبول، وده أدى إن هو كان قد أوشك على الوفاة. فعلا حقيقة كانت حادثة مهولة أدت بيه إلى يعني تداعيات صحية خطيرة كادت تودي بحياته، ولكنه في خلال عامين استطاع أن يتغلب على هذه المحنة، واستطاع أن يعيد نفسه تدريجيا وأن يبني عاداته السليمة اللي تقدر ترجعه إلى المضمار. صح، ما رجعش كقوة محترف للعبة البيسبول، لكن قدر يحقق نجاحات على مستوى الجامعة وقدر ياخد مراكز متقدمة جدا. دي كانت بداية كتاب العادات الذرية، كان بيحكي عن تجربته الشخصية، وبيشرح لنا الكاتب القوة المدهشة للعادات، وبيضرب مثل انه اذا امكنك ان تحرز تقدم بنسبة 1% يوميا لمدة عام، سوف تكون النتيجة افضل بمقدار 37 ضعف. والميزة ان الكاتب بيدلل على الامثلة بتاعته برسومات بيانية وباحصاءات وباساليب علمية، وعشان يوضح وجهة النظر دي ضرب لنا مثل ان لو في طائرة متجهة من لوس انجلوس لنيويورك، الطيارة دي لو انحرفت في المسار لدرجة 3.5 درجة فقط انحراف، سوف تغير اتجاهها ولن تصل إلى نيويورك، سوف تهبط في واشنطن. والكاتب بيشرح كيف تشكل العادة هويتك والعكس بالعكس، وضرب لنا مثل باثنين مدخنين كانوا مدخنين وأرادوا أن يقلعوا عن التدخين، فعرض عليهم واحد أن يدخن سيجارة، واحد فيهم رد قال أنا أقلعت عن التدخين، الثاني كان رده قال أنا لست مدخنا. فكركم كده مين اللي رده كان أقوى؟ اللي رده أقوى هو الشخص الثاني اللي هو قال أنا لست مدخنا. الشخص ده حدد هويته بأنه خلاص غير مدخن، وده بيدي حافز وبيدي قوة وبيسهل عليه عملية تكوين أو عملية التخلص من العادة السيئة اللي هي التدخين. هو حط خلاص قدام عينه إن هو شخص غير مدخن، وده هيسهل عليه الخطوات للتخلص من عادة التدخين أكتر من الشخص الأول اللي هو قال أنا أقلعت عن التدخين. أقلعت يبقى هنا في محاولة، في يعني بيحاول في طور المقاومة.
لكن الشخص التاني كان عنده إرادة قوية فقال لك أنا لست مدخنا. فهنا ده يوضح لنا إن العادة ممكن تشكل هوية ليك، أو هويتك هي التي تشكل العادة. أرجو إن الكلام ده يكون وصل لحضراتكم ومستوعبينه. أنا عارف إن كلام التنمية البشرية بيكون تقيل شوية على القارئ، لكن بشيء من التركيز والتفهم والتمعن في المعاني ممكن نقدر نوصل للهدف من الكتاب اللي هو بيتكلم في جزئية معينة في التنمية البشرية. لكن بنحاول برضو نبسط الأمور على قد ما نقدر. الكاتب بيتكلم برضو على إنه كيف تبني عادات أفضل في 4 خطوات، وحدد ال4 خطوات دول بأول خطوة الإشارة، ثاني خطوة الطوق أو الحافز، وثالث خطوة الاستجابة، ورابع خطوة المكافأة. وبنى عليهم قوانين 4 لتغيير السلوك، وقوانين ال4 دي مرتبطة بال4 خطوات اللي قلناهم. فبالنسبة للإشارة قال لك لازم تجعلها واضحة في حالة بناء عادة جيدة، وبالنسبة للحافز أو الطوق يقول لك اجعله جذاب، بالنسبة للاستجابة قال لك حاول تجعلها سهلة على قد ما تقدر، بالنسبة للمكافأة قال لك اجعلها مشبعة ليك. ده بالنسبة لبناء العادة الجيدة. أما للتخلص من العادات السيئة قال لك اعكس القوانين الأربعة دول. يعني إيه؟ يعني بالنسبة للإشارة، الإشارة للشيء اللي هو العادة السيئة، لا اجعلها غير واضحة. بالنسبة للحافز اجعل الحافز غير جذاب. بالنسبة للاستجابة اجعل الاستجابة صعبة، صعب من المأمورية بتاعتك عشان تقدر تتخلص من العادة السيئة. بالنسبة للمكافأة قال لك اجعلها غير ذات قيمة أو غير مشبعة. اتكلم الكاتب عن تأثير البيئة وتوجيهها في السلوك الإنساني وتأثيرها على العادات، وضرب مثل هنا هو بمكان كافيه أو متجر بيقعد فيه الناس، كان دايما التركيز بيبقى على المشروبات الغازية والعصائر والأشياء التي من هذا القبيل. فحب يعمل اختبار بسيط عن المية، المتجر ده بدأ يحط زجاجات المياه في جميع الثلاجات الموجودة في المتجر، ثلاجات العرض الزجاجية، وبدأ يحط سلات فيها زجاجات مية على الطاولات أو على الترابيزات أمام الجلوس. وبالتالي بعد فترة فوجئ أن استهلاك المية زاد، واستهلاك المشروبات الأخرى زي العصائر والمشروبات الغازية قل. ده ليه حدث؟ ده نتيجة أن أنت هيأت بيئة مناسبة لعادة شرب المية. حطيت المية قدامهم في متناول إيديهم جنب ترابيزاتهم، حطيتها بشكل واضح في ثلاجات العرض الزجاجية. أدى هذا التصرف إلى نشوء عادة حسنة أو عادة كويسة، وهي عادة الإكثار من شرب المياه، وفعلا زادت مبيعات المية في هذا المتجر. عشان أوضح الخطوات الأربعة والقوانين الأربعة المرتبطة بيها أو اللي هي بتأثر على السلوك الإنساني ومرتبطة بالخطوات الأربعة، فأنا هضرب مثل بواحد عايز يبني عادة القراءة عنده. طيب أنت عايز تبني عادة القراءة، إيه هي الإشارة في الحالة دي اللي المفروض نجعلها واضحة؟ الإشارة اللي المفروض نجعلها واضحة إن أنت في أي مكان تكون موجود فيه حاول تسيب كتاب أو كتب. يعني لو أنت بتقعد في الليفينج روم مثلا، حاول تخلي على الترابيزة جنبك كتاب أو كتابين بصفة مستمرة. حتى في غرفتك حاول تخلي كتاب أو اتنين. فأنت ونازل أو ماشي أو رايح أي مكان أو راكب وسيلة مواصلات حاول تخلي فيه كتب معاك. فأنت كده بتسهل على نفسك الإشارة، أو الإشارة بتاعت العادة دي اللي أنت بتحاول تبنيها اللي هي عادة القراءة. طيب حاول تخلي الشكل يعني موضوع جذاب بالنسبة ليك، يعني ما تاخدش الأمور بشكل عادي. اختار كتب ذات أغلفة مثلا، أو ذات أوراق جيدة من نوع جيد، أغلفة براقة تعملك عملية جذب إن أنت تقرأ محتواها. ده ممكن يكون في بداية يعني بناء عادة القراءة مفيد. طيب ازاي نقدر بالنسبه للاستجابه ان احنا نجعلها سهله؟ اجعل الاستجابه سهله بحيث ان انت دايما الكتب بتاعتك ما تختارش كتب صعبه في مجالات تكون صعبه عليك او انت مش حاببها. ابتدي الاول القراءه في مجالات انت بتفضلها بتحبها، وخلي الكتب اللي انت بتقراها دي يعني تبقى كتب اللي هي عدد صفحاتها قليل، 100 صفحه 150 صفحه، ما تجيبش كتب عدد صفحاتها كبير عشان تخلي العاده بتاعتك او تخلي الاستجابه بتاعتك او السلوك ناحيه ان انت تبني عاده جديده سهل. هي دي ان انت بتجعل الاستجابه سهله. طب ايه هي المكافاه في الحاله دي اللي تخليها مشبعه؟ المكافاه ممكن حضرتك طبعا هو الغرض من القراءه في الاخر ايه؟ هو بناء شخصياتك وتوسيع مدى المدارك ومعلوماتك تبقى زياده. حاول تشترك بقى في ندوات قراءه او ندوات زي كده، وتشارك الناس وتتناقش وكده. ساعتها هتلاقي اهميه ان انت تكون انسان قارئ مثقف، عندك افكار، عندك مقترحات،
هتستفيد بيها وتفيد الناس اللي حواليك، وده هيعمل لك نوع من الإشباع الذاتي، فأنت كده بتخلي المكافأة مشبعة. أنا حاولت أوصل لحضراتكم يعني بشكل مبسط معنى الخطوات الأربعة والقوانين اللي هي القوانين الخاصة بتغيير السلوك اللي هي مرتبطة بالخطوات الأربعة اللي احنا قلنا عليهم واللي ذكرهم الكاتب في كتابه العادات الذرية. وفي الكتاب أيضا تكلم الكاتب عن إزاي يعني تصمم بيئتك من أجل النجاح. فمثلا لو افترضنا أن في شخص يشكو من الأرق الدائم وهو مش عارف ينام بشكل صحي، ففي طريقة ممكن بيها تخلص من الأرق ده، ممكن يبني عادات معينة يصمم بيئته بشكل تناسب العادات التي ممكن أن تخلصه من هذا الأرق. يعني إيه مثلا؟ يعني أربط المهام بالمكان، ممكن تجعل في هذه الحالة المهام اللي أنت بتؤديها مرتبطة بالمكان بتاعك. فمثلا داخل غرفة النوم ما تخليش فيه تلفزيون، ما تخليش فيه إضاءة قوية، هيئ غرفة النوم إنها تكون للنوم فقط. في غرفة المعيشة ممكن تخلي فيها التلفزيون بس، بحيث إن أنت لما تحب تتفرج التلفزيون تكون قاعد في غرفة المعيشة. ممكن تخلي القراءة في غرفة المكتب، فتبقى غرفة المكتب للقراءة فقط. وبالتالي أنت بتهيئ بيئتك بحيث إن المكان يرتبط بالعادة اللي أنت المفروض تعملها. مكان النوم للنوم، مكان غرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز والاسترخاء، والمكتب للقراءة. بالشكل ده أنت ممكن بمجرد ما تخش غرفة النوم تلاقي نفسك بتنام على طول، بعد فترة هتلاقي نفسك بتنام على طول وهيذهب عنك هذا الأرق، لأن خلاص أنت مخك مش هيتشغل بحاجات تانية، غير لما تدخل أوضة النوم مثلا وحضرتك معاك الموبايل بتاعك وفي تلفزيون جوه غرفة النوم، تفتح التلفزيون بتفتح موبايلك وتتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء من هذا القبيل، ده بيعمل لك عملية تشتيت وممكن هو ده يكون سبب الأرق اللي بيسببه لك وما بيخلكش تنام. فدي كان ده كان اقتراح من الكاتب للتخلص من الأرق. كمان الكاتب بيقول لك إن أي عادة المفروض تبدأ فيها يجب أن تبدأ فيها فورا بدون تردد أو خوف من الفشل، لأن التفكير الكتير والخوف الكتير وإن أنت تبقى خايف إنك تفشل ده بيؤدي بك إلى عدم البدء في هذه العادة من الأساس. حاول تبدأ على طول، ما تترددش، ما تخافش من الفشل، البداية هي المهمة. وبيتحدث في الكتاب على إنك إزاي تخلي العادة الحسنة سهلة والعادة السيئة صعبة، ده عن طريق خلق بيئة يا إما بتساعدك على إنك تعمل العادة دي أو خلق بيئة بتجعل في صعوبة في عمل العادة السيئة. لو حابين نضرب أمثلة بكده، نضرب أمثلة بالقراءة زي ما احنا قلنا قبل كده، ان انت عشان تبدا في القراءه اخلق بيئه مناسبه للقراءه، خلي في كتاب معاك في كل مكان، خلي في كتاب معاك في وسائل المواصلات، اختار كتب ذات عدد صفحات قليل. طب بالنسبه للعادات السيئه وليكن التدخين، نعمل ايه؟ لا، قرر انك تشتري السجاير بتاعتك من محل يكون بعيد عن مكان اقامتك او عن منزلك، فانت هتضطر تبذل مجهود كبير عشان تقدر تحصل على علبه السجاير دي. دايما انت وقاعد في بيتك او في مكان عملك او كده ما تخليش السجاير قدامك بشكل واضح، فهيكون في صعوبه في الحصول عليها، وان كانت الصعوبه قليله لكن برضه في صعوبه. يعني انت وقاعد في غرفه المعيشه عندك، لا، خلي السجاير بتاعتك في حته بعيد خالص، محتاج منك انك تقوم من مكانك وتروح تجيبها. ممكن تفكر في هذه الاثناء ان انت بلاش تشرب خالص سجاير من اساسه. دي كانت من ضمن الامثله اللي ضربها الكاتب في هذا السياق. وكمان الكاتب بيتكلم على انك بتدفع تكلفه عاداتك الحسنه في الوقت الحاضر لكن النتيجه بتكون مؤجله، أما العادات السيئة فإنك أنت بتدفع تكلفتها مؤجلة أو مستقبلا والنتيجة بتكون فورية للأسف. يعني إيه الكلام ده؟ هنشرحه. إن مثلا في نسبة للعادة السليمة أو العادة الصحية، أنت بتضطر تدفع تكلفة حالية ليها اللي هي ممكن تكون الحرمان، التعب، المثابرة، الصبر. زي في موضوع القراءة أنت بتحاول تتعب شوية في الأول، تعود نفسك على عادة ممكن تبقى مرهقة حبتين انك تقعد تقرا وتتعب وكلام زي كده، لكن النتائج بتكون مؤجلة، بعد كده هتكون انسان مثقف، هتكون انسان جيد قادر على الحكم على الاشياء او نظر الاشياء بشكل صحيح. وبرضه من العادات الحسنة اللي انت بتدفع التكلفة بتاعتها فوري لكن النتيجة بتكون مستقبلا هي عادة بناء صحة جيدة او الحصول على جسد مثالي. انت بتروح للجيم بتلعب رياضة عايز تحصل على جسد رياضي مثالي، التكلفة اللي بتدفعها مقدما هي المجهود والتعب والعرق والشغل بصفة مستمرة لبناء عادة التدريبات الرياضية.
وده شيء مرهق جدا، لكن النتيجه اللي هتحصل عليها هتحصل عليها بعد فتره، ممكن سنه ممكن اكتر، ان انت تحصل على جسد مثالي وصحه جيده. عكس العادات السيئه، العادات السيئه النتيجه بتكون فوريه لكن الدفع بيكون مؤجل، زي عاده برضو هنضرب مثل بعاده التدخين. التدخين النتيجه الفوريه بتاعته ان هو بيمدك بالنيكوتين اللي انت اتعودت عليه، وبتحس ان هو بيشعرك بشيء من الراحه او بيزيل عنك بعض القلق، ودي النتيجة الفورية اللي بتحصل لحضرتك. أما الدفع بقى بيكون مؤجل. مؤجل ليه؟ لأن أنت مش هتتعب فورا، صحتك مش هتتدهور فورا، صحتك هتتدهور بعد عدة سنوات مثلا. فالنتيجة بتبقى فورية، لكن الدفع بتاعها أو التكلفة بتاعتها بتبقى مؤجلة، وبالتالي أنت حضرتك ممكن تنسى التكلفة بتاعتها اللي هي هتكون على حساب صحتك في سبيل الحصول على هذه النتيجة الفورية. وبرضو في نقطة تانية، أن المفروض حضرتك تختار العادة الصحيحة حتى يكون التقدم سهلا. أما اختيارك للعادة الخطأ فسوف تكون الحياة صراعا صعبا، حيث أن الجينات لا يمكن تغييرها. ودي في بعض الأمثلة اللي هي بتنطبق عليها الحالة دي. مثلا أنت راجل بتلعب رياضة وقصير القامة، ما تروحش تختار بقى لعبة زي كرة السلة لكي تلعبها، اختار لعبة تتناسب مع نقاط قوتك. ما تختارش لعبة تكون فيها صعوبة بالغة في تحقيقها أو تقدم فيها، زي مثلا بالنسبة لقصير القامة اللي بيلعب كرة السلة ده هيكون في صعوبة بالغة في أدائه لهذه اللعبة، فاختار اللعبة اللي تتناسب مع قدراتك. ده لو حابين نضرب مثال لهذه الجزئية. كمان في جزئية تانية، التهديد الأكبر للنجاح هو الملل وليس الفشل. المشكلة إن إحنا بنمل، ما بنقدرش نستمر في العادة بتاعتنا في الأساليب اللي اتبعناها عشان نبني العادة. بيجي علينا لحظة بنمل، وهو ده العدو الأكبر للنجاح. حاول إن أنت تتجنب عملية الملل دي بكل طاقتك، لأن عدو النجاح هو الملل. والكاتب بيقول لنا ان الجانب في جانب ايجابي للعادات وفي جانب سلبي للعادات، اللي هي العادات الجيده. يعني لو افترضنا عاده جيده برضو هيكون ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. الجانب الايجابي فيها ان انت بقيت تؤدي العاده دي بدون تفكير بشكل تلقائي، لكن الجانب السلبي ان حضرتك بعد فتره هتغفل عن الاخطاء البسيطه التي ممكن ان تؤدى في اثناء عمل هذه العاده. الاجاده في هذه العاده سوف تنسحب تدريجيا، هتحصل في بعض الأخطاء البسيطة نتيجة إن تعودك على أداء هذه العادة، وده هيؤدي في النهاية إلى إن هيحصل هبوط في المستوى، وده هو الجانب السلبي. فحضرتك لازم تركز على التطوير الدائم في أدائك لهذه العادات حتى تصل إلى التقدم المنشود. آخر شيء معانا النهاردة، أحب أقرأ على حضراتكم بعض المقتبسات من كتاب العادات الذرية. الكاتب بيقول لنا انه باستخدام القوانين الاربعة اللي ذكرناهم لتغيير السلوك، صار لديك مجموعة من الادوات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها كي تبني نظاما افضل وتصوغ عادات افضل. احيانا ستكون العادة صعبة التذكر، وسيكون عليك ان تجعلها واضحة، واحيانا اخرى لن تشعر بالرغبة في البدء، وسيتعين عليك ان تجعلها جذابة، وفي حالات عدة ستجد العادة شديدة الصعوبة وسيتعين عليك أن تجعلها سهلة، وأحيانا لن تشعر بالرغبة في الالتزام بها وسيتعين عليك أن تجعلها مشبعة. وكمان ليس النجاح هدفا نصل إليه أو خط نهاية نجتازه، بل هو منظومة من التحسن وعملية لا نهائية من التنقيح. وفي عندنا جدول سلوكيات غير مجهدة وسلوكيات صعبة. السلوكيات غير مجهدة هنا بنجعلها واضحة، جذابة، سهلة، مشبعة. والسلوكيات صعبة هنا بنجعلها غير واضحة، غير جذابة، بتبقى صعبة وغير مشبعة. وبالتالي يجب علينا أن نجعل السلوكيات غير مجهدة عن طريق جعلها واضحة وجذابة وسهلة ومشبعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع كتاب العادات الذرية لجيمس كلير. لو فكرة الكتاب عجبتكم، أتمنى أن حضراتكم تشتروا الكتاب أو تحاولوا تقروه عشان تكون الاستفادة كاملة. وإلى حلقة أخرى وكتاب آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.